السلام عليكم. محاضرتنا اليوم راح تكون عن الجزء الأخير في عازات الصفحة الرئيسية اللي هي خاصة ببرنامج الوورد من شركة مايكروسوفت. عندنا اليوم هذا الإعاز اللي بقى، اللي هو مثل ما تلاحظون مكتوب أبجد هوز، مثلا هنا عادي بلا تباعد، عنوان أول، عنوان ثانوي، إذا عندك عناوين مثلا أنت جاي تكتب بحث. هذا يسموه بتغيير شكل النمط. هذا يحتوي على أشكال الأنماط النصية المتعددة والمتوفرة في البرنامج، طبعا بها تفريعات أكثر، يعني تضغط على هذا السهم راح تطلع لك بعد خيارات أخرى، ولكن عادة احنا بالطباعة نستخدم، يبقى هذا الإعاز على النورمال، على العادي، أوكي، يعني ما نتلاعب بها لأن قليل استخدامنا للعناوين الأساسية والعناوين الفرعية، وإذا احتاجيناها نقدر نستخدمها بشكل مباشر. إذن هذا حتى الكتابة الاعتيادية أثبته على هذا الوضع اللي هو عادي، أو بالإنجليزي نورمال مكتوب عليه. هسه نشوف هذا الفايل، أوكي، هذا أي سمول، أي كابيتال، أي سمول، بي كابيتال، بي سمول، مكتوب عليه نورمال، يعني طباعة اعتيادية ما بها محددات، هنا بدون فراغ، نو سبيس مثلا، أوكي. هنا مثلا اذا اكو هيدينج، اذا اريد اسوي عناوين رئيسيه اولى ثانيه، يعني عنوان رئيسي، عنوان جوا فرعي، وعنوان فرع للفرعي، اوكي، هذه ممكن استخدمها، ولكن احنا بالحاله الاعتياديه دائما ننتبه انه هي موجوده بالوضعيه نورمال او الوضعيه بالنسخه العربي اللي هي عادي، او هذا التدقيق تاكيد للتدقيق، اوكي. عندنا هذا إعاز اللي هو تغيير الأنماط، أيضا موجود بجانبه، أوكي، نستخدمه حتى نقوم بإظهار كافة الأنماط الموجودة في البرنامج، بالإضافة لاحتوائها على أمر إنشاء نمط جديد والقيام بحفظه بنفس القائمة. يعني هذا مثلا هذه الإعازات اللي موجودة، وأكو بعد إعازات أكثر، هذه إذا نضغطها أو حتى من هنا، هذه الإعازات اللي موجودة اللي تتحكم لك بالنص وشكل النص وشنو الشيء اللي انت تريده. مثلا هذا بوك تايتل، عنوان كتاب، اوكي، سب تايتل، عنوان فرعي، اوكي، اقتباس مثلا الى اخره، او تسوي انت ستايل خاص بيك، كرييت نيو ستايل، اوكي، مثلا تسوي ستايل جديد بيك. فعادة يعني هذه الإعازات قليلة الاستخدام بالنسبة للمبتدئين، اوكي، قليلة الاستخدام، فنبقى مركزين دائما انه وضعية الكتابة هي بالنورمال، اوكي، وننتبه لحجم الخط، نوع الخط، هل هو غامق، هل هو مائل، اوكي، هذه القضايا، التسطير، هل هو نحو اليمين، نحو اليسار، مضبوط من الجانبين، هذه القضايا المهمة. الإعاز الأخير في هذه الصفحة الرئيسية، او اللي هي الهوم، او الصفحة الرئيسية بالبرنامج، هي هذه الإعازات اللي هي فايند، ريبليس، وسيلكت. خلينا نجي للنسخة اللي عندنا بالبي دي اف، هذا الشكل اللي امامنا، هذا هو الإعاز الاخير. بحث مثل ما تشوفون حاط لك صورة مع الناظور، اوكي، تبحث عن كلمة معينة في بالقائمة، يعني بالملف اللي عندك انت تدور على فد كلمة تشوفها موجودة او ما موجودة، اوكي، فتكتبها بهذا الحقل، اوكي، وتطي انتر، يشوف لك اياها، هو يبحث يطلع لك هاي الكلمة مذكورة كم مرة، اذا كانت الكلمة موجودة متوفرة بالبرنامج. مثلا هذا النص اللي عندنا هنا، مثلا نخلي المؤشر بداية هسه اريد اقول له فايند كلمة معينة، يعني فايند، هذه بالانجليزي طلعت هنا، بالعربي تطلع على اليمين نفس الإعاز. مثلا اريد يشوف لي كلمة لايت، ضوء، وين موجودة؟ هاي طلع عليها، هذا هنا مذكورة، هنا مذكورة، وهنا مذكورة، اوكي، والملف كله يبقى يمشي وياك، اذا انت يعني وين ما موجوده هذه الكلمه بالملف راح يطلع لك اياها، اوكي. فهذا بالنسبه لكلمه البحث او الايجاد، اوكي، نافيجيشن، بحث، هنا بشكل عدسه في هذه نسخه الاوفيس 2016، بهذه النسخه اللي موجوده امامكم حاط صوره المنظار، اوكي، فحسب النسخه مال الاوفيس اللي تستخدمها انت. ثانيا الايعاز هذا هو استبدال. استبدال يعني شنو؟ يعني مثلا انا ابحث عن كلمة استخدمتها بالملف مالتي، بالنص، بالنصوص اللي استخدمتها، بعدين حبيت اغيرها، يعني هي هذه الكلمة اريد اغيرها بكلمة اخرى، فبدل ما اروح ادور وحدة وحدة كلمة وحدة،
يعني كل ساعة يعني أشوف الصفحة وين هذه الكلمة موجودة وما موجودة وأبدي أكتبها. عندي هذا الإيعاز، هو يسوي بحث وشنو الكلمة اللي أريد أستبدلها يقوم باستبدالها. فمثلا هذا النص هسه عندنا الإنجليزي، خلينا نقول replace. replace شنو؟ راح يطلع لي هذا، راح يطلع لك find and replace، يعني ابحث واستبدل، ابحث واستبدل نفس الإيعاز. زين، شنو الكلمة اللي أريد أبحث عنها؟ مثلا كلمة light يعني ضوء، يبحث لي بهذا النص كلمة ضوء ويبدلها استبدال ب replace with، أو استبدال ب مثلا كلمة ray، كلمة شعاع، بدل ضوء أريد أستخدم كلمة شعاع. فخلينا نشوف، نقول له find next، هذه الكلمة أول كلمة وجد لي إياها كلمة light، أول وحدة إجت. هسه أريد أبدلها، أضغط replace، بدلها، سواها ري. أوكي، بدل لي. زين، أبحث مرة أخرى، find next، وين الكلمة الثانية؟ ضوء، هذه الكلمة أبدلها، أقول له replace، استبدال، بدل لي. بعد هذه الكلمة أيضا هنا موجودة، تريد تبدلها؟ أقول له أي بدلها. هذه هنا أيضا ظهرت موجودة، تريد تبدلها؟ أوكي، replace. كل ما تظهر الكلمة أقول له replace. أوكي، إلى أن هو يقول لك كملت، بعد ما عندي كلمة ضوء حتى أستبدلها كلها كملتها. أوكي، بس نسوي هذا التصحيح بالإملاء بسبب اندماج كلمتين. هاي من نشوف خط أحمر تحت الكلمة يعني الإملاء مالته، أو أكو مشكلة بالكتابة. مثلا هاي ري تو صايرة كلمة واحدة، هذا خطأ طبعا، ري أوف صايرة كلمة واحدة، نصححها. فصار عندي استبدال لكل الكلمات اللي أنا ريدتها، كل كلمة ري أو كل كلمة لايت بدلتها بكلمة ري. طبعا هذه تستند على البحث كلمة كلمة، يعني أنا قلت له find replace، كل ساعة أعطيه إيعاز replace أو استبدال. زين، إذا لا أنا مثلا متأكد من القرار مالتي وأريد أبدل مرة واحدة، أوكي، مثلا كلمة بدل ما لايت اللي إحنا بدلناها طبعا، خلينا نقول ري، أريد أحولها إلى كلمة لايت. هسه بالعكس، أوكي، شو أقول له؟ أقول له replace all. كمل مباشرة. فهاي كلمة لايت ظهرت مرة ثانية. أوكي، هذه كلمة لايت، هذه هنا، هذه هنا. أوكي، في أكثر من مكان بإعاز واحد فقط غيرت كل الكلمات، الكلمة اللي أريدها غيرتها واستبدلتها بالكلمة الجديدة بإعاز واحد فقط وخلصت من عندها. أوكي، الإعاز الأخير اللي هو هذا select، مثلا تختار يعني إذا هذا حقيقة إذا عندك مثلا رسومات مثلا أو صور تريد تجمعها، أوكي، تستخدم هذا الإيعاز حتى تجمع الصور المتعددة، أو أكثر شيء بالصور تقريبا، أوكي، الكائنات هم يسموها بشكل عام. أوكي، نرجع له، هذا استبدال التحديد لتحديد النص كما بالزر الأيسر. وحقيقة أيضا بإمكاننا أن نختار إذا كان عندي صور أو بعض القضايا اللي أريد أحددها غير النص، يعني مو فقط النص، حتى إذا أريد سلكت لمجموعة صور أريد أجمعها أسويهن كلهن أسوي لهن دمج، يعني أدمجهن سوية مع بعضهم البعض. هاي يراد لها تطبيق يعني أكثر ما يعني بالكلام. فهذا خلص عندنا لحد الآن كل ما يتعلق بالإعازات بالصفحة الرئيسية اللي هي قلنا اللي هي الهوم، اللي هي خذنا اللصق النسخ والقص، كيفية اللصق وكيفية نسخ التنسيق، أخذنا تحكمنا بالخطوط، نوع الخط، حجم الخط، أوكي، هل هو بولد، هل هو مائل، هل هو تحت خط مستقيم إلى آخره. وأخذنا التسطير مال النص، هل هو نحو اليمين، نحو اليسار، بالوسط،
مضبوط الجانبين، المسافة بين الأسطر ايش قد. اوكي، اذا اريد انطي مسافة بادئة لبداية السطر او بداية الباراجراف، ايضا اقدر نحو اليمين او نحو اليسار انطي مسافة. هل النصب ديلي من اليمين او من اليسار؟ اذا عندي ترتيب من الاي للزيت، ترتيب من الاي الى الزيت، او من الاليف الى الياء، او ارقام اريد اعدل ارتبها تصاعدي او تنازلي، هذا الإيعاز كله يشتغل. وإعازاتنا لهذا اليوم كانت حول نمط الكتابة، هل هو عادي؟ وإذا كان عندي عناوين أستخدم عنوان أول عنوان ثاني حسب عدد العناوين اللي عندي. والإعاز الأخير المهم حقيقة، إذا أنت عندك بحث وتدور على كلمة معينة، يعني أنت عندك ملف منزله من الإنترنت مثلا وتريد مثلا تشوف كلمة مجهر إلكتروني، هل مكتوبة كلمة مجهر إلكتروني؟ وين ألقى بهذا الملف؟ كأنما يكون كتاب، فتكتب هنا بحث، اكتب المجهر الالكتروني، راح يطلع لك الصفحات اللي يحكي بها الكتاب او الملف عن المجهر الالكتروني مثلا. واذا تريد تعديل، تحذف كلمه وتخلي كلمه جديده، تستخدم هذا الايعاز اللي هو استبدال. وقلنا هذا التحديد هو لتحديد النصوص او الصور اللي اريد ادمجها مع بعضها البعض في شكل واحد.